للفنانة نادية لطفي، وبقى لها 5 سنين وطبعا ما اتعملتش. نادية لطفي، هو انتوا اللي بتشتروا روايات؟ يعني الممثله هي المفروض تشتري روايه ولا المنتج؟ لا يعني انت بتنتجي افلام. انا مش انتاجي، انتاج محمد مختار كان، بس كان زوجك يعني في وقتها. بس انا كنت ممثله، يعني مجرد ممثله، ولكن هو مختص بالانتاج عشان الامور ايه ما تختلطش يعني. بس كنت تعتبروا اسره واحده؟ انتاج واحده بس يعني. انتاجه هو يعني، فلوسه هو، وانا ببقى ايوه انا اللي بختار، وانا اللي بتدخل في حاجات كتير قوي، وكل حاجه بخبرتي. طب فلوسه هو كنت بتاخدي منه؟ باخد اكل فلوسه. كنت باخد اكل زي اي ممثله. وانت كزوجه ما كنتيش بتجامليه يا نادي؟ لا هنا في انفصال. ما كنتيش بتجامليه بالزمن؟ لا بجام يعني، لا في الفلوس. وتقولي له عايزه القسط في الاول والقسط في النص، وتكتبوا عقد وحاجات كده. بالظبط كده، والله بيحصل. بس بقى عقد اجامله في ايه بقى؟ يعني ان انا بعمل حاجات، يعني انا ما بعتبرش نفسي مجرد ممثله، لا. أي. انا من بدايه القصه وهي بتتكتب، وانا قاعده على السيناريو، جلسات سيناريو، اختيار مواقع تصوير، اختيار المخرج، اختيار الممثلين، في التوزيع، كأنك المنتجه بالظبط. في دور العرض انا اللي بختار دور يبقى العرض. هو انت كنت المنتجه بس بتعملي دور المنتج من غير ما تدفعي فلوس وتاخدي فلوس بالزبط. والله العظيم شاطره جدا. بالعكس ده ارهاق. ده بالعكس، ده اي منتج بيتمنى ان هو يشيل من على دماغه العبء ده انا بشيل من على دماغه عيب كبير جدا. انا لما بقوم كل المراحل دي انا بريحه، يعني انا بريحه جدا. ده بالعكس، انا المفروض اخد فلوس على ده، بس انا بعتبر ان ده فيلمي واسمي. طب بتعملي كده مع المنتجين الاخرين دلوقتي؟ مع اي منتج اخر وبيسمحوا لك زي ما كان زوجك السابق يسمح لك؟ بالظبط، لان هم عارفين ان انا بموت في شغلي، وعارفين ان انا ما بعملش حاجه الا لصالح العمل، وعارفين ان انا بتفانى في عملي، وعندي حس فني عالي جدا في كل حاجه، في اختيار اي حاجه. لما قلتي لي دلوقتي عناية وجعتني، عشان كانوا بيحطوا لك اللون الاحمر عشان دور المدمنه. وكان في فيلم تاني كنت عامله مكياج قبيح موحشه شكلك علشان خاطر اللي كان فيلم الخادمه. لا الدور ده انا حبيت اعمل ايه؟ اصل انا دايما الفنان بداخله ايه؟ عارفه نوع من التمرد. والتحدي. انت متحديه؟ وانا متحديه جدا. وبعدين وحاسه ان جوايا امكانيات، يعني مش كفايه ان انا اطلع مثلا فاتنه زي ما انت بتقولي، او مثلا امراه شيك جدا، او امراه فتال فان فتال، ولا مش عارفه. لا يعني بما ان انا ممثله، جوايا ممثله، فعايزه اطلع الطاقات دي. المهم لقيت روايه، موضوع جميل جدا عند حسن شاه، موضوع انساني ودراما جدا، وامراه يعني بتتفانى في انها تجيب فلوس وتشتغل بره وتجتهد وممرضه عشان تجيب فلوس عشان تكون بيت واسره، وفجاه الظروف كلها بتبقى ضدها، وبتنهار نفسيا جدا، وبتدمن المخدرات. وده كان اول فيلم عن ادمان المخدرات، فانا كنت عايزه ابين مساوئ الادمان. عشان الناس تكره، يعني برضو الفنان يعني لازم يقدم رساله. انا حسيت ان الادمان ده شيء فظيع، ولازم الواحد ولازم نعالجه. يعني ازاي انك انت تقدمي رساله انك انت تكرهي الناس في الادمان بطريق غير مباشر. فطبعا الشخصيه دي بتنحدر جدا وبتتدهور جدا، ولو انها يعني ادمنت غصب عنها، يعني كانت بتاخد مخدر عشان تنسى حالتها النفسيه والصدمه، وخدوا منها اولادها وكده. طبعا بس مش مبرر. لا بس مش مبرر. ما هو كانوا بيحقنوها بالهيروين، لما حقنوها بالمخدر فادمنته غصب عنها. المهم فجيت عملت مكياج فظيع جدا، مكياج فعلا انسانه مدمنه محطمه، اللي بقول لك عليها، اللي حصلت لي حساسيه في عينيا دي. المهم وانا وعملت الدور وكنت مندمجه فيه جدا، وجيت حطيت صوره الافيش الصوره دي، بس انا شعرها وسخ مكركت
ما بتستحماش، مدمنه، هالات على وشها، شكلها فظيع. اردى اردى فجد. عجبتوا قوي كلمه اردى دي؟ عجبتهم قوي. فبصيت لقيت ايه، وصممت ان دي صوره الافيش. فطبعا جه المنتج قال لي مشي كده بالليل قبل عرض الفيلم. المنتج كان الاستاذ محمد مختار. فمشي كده قبل عرض الفيلم، مفيش بقى بيومين ثلاثه. فبص على الافيش لقى حاجه كده منظر فظيع، حاجه كده وعامله مناخيرها كده ومدمنه ومنظر. قال يا نهار اسود، هي معقول انا ده فيلم هينجح؟ ده افيش لناديه الجندي بالمنظر ده؟ استحاله من الجمهور. وصممتي؟ وجاء قال لي لا يمكن انزل الافيش ده، انا هيتخرب بيتي، غيري الصوره. قلت له ابدا، هو ده الدور ولازم الناس تتعود عليا كده، انا لازم الناس تتعود زي ما اتعودت عليا بناديه الجندي، لازم تتعود عليا برضو بادوار مختلفه. قال لي هيتخرب بيتي، الفيلم هيسقط. قلت له ابدا. وصممت، وفعلا الفيلم اتعرض، وانا حاطه ايدي على قلبي مش مصدقه فعلا. يعني يعني الافيش استمر استمر بالمدمنه القبيحه دي. القبيحه. يعني انا طبعا الفيلم شفته زمان، بس يعني حتى لما بشوفه دلوقتي صعب صعب ان انت يعني ناديه اللي احنا الست الجميله القمر الفم فتال اللي احنا بنشوفها في الافلام تعملي في روحك كده. بس الشخصيه يعني فعلا تكرهك ان الانسان ممكن يوصل للنتيجه. صح. دي ان ست ممكن تكون في يوم من الايام بالجمال وتؤدي بيها الادمان، يؤدي بيها الى هذه الدرجه. بس ليه؟ هقول لك حاجه، الدور ليه كان وصلت كده؟ ليه وصلت كده؟ كان في ظلم مجتمع. الست دي اتظلمت ظلم خطير جدا. اظن كانت راحت اشتغلت في الخليج. راحت اشتغلت في الخليج وجابت، كانت بتحاول تجيب فلوس عشان جوزها راجل سلبي جدا. وعندها ولد وبنت، فراحت اشتغلت ممرضه عشان تقدر تحقق لهم معيشه. وكانوا راحوا الايواء، فكانت عايزه تلاقي شقه على الاقل. فراحت الشقه دي بعد ما جابت فلوس وقعدت وتغربت وتعبت. بعد ما عملت الشقه جت لقت جوزها متجوز في الشقه وواخد الولاد، وطردوها بره البيت. جريت في المحاكم وما قدرتش تاخد ولادها، واتدمرت نفسيا جدا. فابتدت تجي لها حالات، وابتدوا يحقنوها عشان يهدوها من الكريزات اللي كانت بتجيلها لما وصلت لهذه الدرجه. اقول لك حاجه يا مدام هاله، انا مره جاني في المكتب. حكايه مدام هاله تابي هلوله. مره بقى الفيلم ده لما اتعرض، مره لقيت واحد جاي للمكتب بيقول لي، انا ما اعرفوش، بيقول فين مدام ناديه الجندي؟ قالوا لها. قال انا بس نفسي اشكرها، لان هي كانت السبب بعد الفيلم ده ان ابني بطل ادمان. معانا مكالمه تليفونيه من شخصيه جميله جدا، صديقتي انا شخصيه، بس ما اعرفش انها صديقتك يعني.